شوفي ستكون شوية ليمون على كمون على قرفة وخديهم على الريق. هتخسي 10 كيلو في اسبوع. خلطة مخصوص والله من عند دكتور فودا المال. 3000 جنيه بس اشتري مني. خلي بالك 80% من مرضى الكورونا اللي دخلوا المستشفى عندهم زيادة في الوزن او سمن. ما تقوليليش هبد بقى، دي دراسة عاملاها CDC المركز الامريكي للتحكم بالامراض. ها باعترافاتهم بقى. طبعا اللي هيقولك الكلمتين دول انت هتتخضي بقى، لان دي CDC بقى اكبر راس في البلد فيما يخص الطب والامراض المعدية، والدراسة فعلا حقيقية واتعملت في امريكا. بس اللي ما تعرفيهوش ان نسبة التخان اصلا في امريكا 80%، يعني اللي جالهم كورونا ودخلوا المستشفى 80% منهم تخان، واللي بره المستشفى وما جالهمش كورونا برضه 80% منهم تخان. يعني مفيش حاجه جديده هنا، ده غير ان الليمون والكمون والقرفه دول تتبلي بيهم سمك يا ماما. هات امي لو قعدت تاخديهم 100 سنه ما هتخسي. الله، طب احنا نعرف بقى ازاي المضاعفات الحقيقيه للسمنه وانواعها وازاي نعالجها، وكمان الاعشاب والمكملات اللي بتتاخد للتخسيس ايه فعلا اللي شغال وايه الاحتيال ونصب. الصيدلي ماجد فؤاد، بورد امريكي في التغذيه، بورد امريكي في العلاجيات، خبير في متابعه وعلاج السمنه. انت فاضي نكمل؟ انا فاضي في كمان والله، بس عشان وقتك انت. الراجل طالع في بث مباشر يوم الخميس 24 نوفمبر على بورت مي، هيرسينا بقى على حوار مكملات التخسيس وعلاج السمنه، ايه المنتجات اللي ممكن فعلا تساعد وايه الهبد بقى ونصب واحتيال. لينك اللايف هتلاقيه في البايو او في الوصف والتعليقات، دوس على الرابط، نزل تطبيق بورت مي واحجز مكانك في اللايف عشان تعرف اجابات الاسئله دي كلها. طب شوف ده يا ست الكل، كويت مرميه ها على ورق غار. الغور باينه.